اللجنة المنظمة توم روان. شكرا لكل أهل حما على اللي عودونا على يكونوا عنوان للطيب والكرم والجود. رح أحكي أنا طبعا أسرع شوي لأنه موضوع عن دور الألتراساوند بالعقم والإخصاب المساعد. طبعا الموضوع يكون طبعا كشف اسباب العقم طبعا سواء كانت رحميه او مبيضيه او بوقيه. راح يعني ركز على النقاط الكريتيكال اللي بدها توضيح مع واللي فيها شويه تعاون مع الاشعه بشكل عام. بعرفوا انه الخيارات الشعاعيه كثير كبيره بالنسبه للعقم، تبدا بصوره الرحم الظليله بالسونو هيستروغرافي مع حق الامواج فوق صوتيه مع حق نساء ضمن الرحم، الامواج فوق صوتيه طبعا سواء كان بطنيه او مهبليه الام ار اي. طبعا اللي راح يكون موضوعنا هلا هو التركيز عن الامواج فوق الصوتيه بشكل رئيسي. طبعا بتعرفوا الثلاثي الابعاد، الامواج فوق صوتيه ثلاث ابعاد، يعني مثل ما تفضل هلا الدكتور تحت قال انه الثنائي الابعاد هي الاساس. ثلاث ابعاد بتفيدنا كثير بكشف تشوهات قناه مولر او تشوهات رحميه. الام ار اي بشكل رئيسي استطلابه بافات العنق والمهبل بالامراض النسائيه وامراض العقم بشكل عام. مثل ما بنعرف كلنا صار الفحص بالامواج فوق الصوتيه عبر المهبل هو استقصاء اساسي وضروري لكشف اسباب العقم بشكل عام، ويعني جزء لا يتجزا من المقاربه الاولى. وطبعا مثل ما بتعرفوا نان انفيزيف تيست. الامواج فوق الصوتيه بتلعب دور بالاستقصاءات الاساسيه مثل ما قلنا كورك اب فور فيرتيليتي بشكل عام، بالاخصاب ايضا مساعد، بالكشف الباكر او الحمل الباكر وبالميل انفيرتيليتي. الى خلينا نبلش باول شيء بالافات المبيضيه. اول شغله هي مقايسه او تقييم مخزون المبيض اللي هو كشف قديش عندنا جويبات بين 2 و8 بالمبيض بالفحص الاساسي اللي بيصير ثالث يوم الدوره. كثير احيانا نحن بنعاني من المرضى انه الفحص بالدوره بدك تعمل لي ايكو ميموري طبعا اساسي، ومثل ما بتشوفوا هلا طبعا بالفحص مع الدوره بنشوف قديش عدد الجويبات اللي ملاحظينها الصغيره هي، هي بتشخص لنا قديش مخزون المبيض بشكل رئيسي. ولازم نعد هالجربات هي بالمبيضين سوا، هذا مجموع مبيض واحد هو لازم ناخذ الاثنين سوا حتى نقول هي المريضه عندها قديش عدد جربات. هذا بشوف الرقم الاساسي وحجم المبيض مهم جدا. الرقم اللي لازم نحفظه من 4 عليها 30 من 4 ل 14، تحت ال 4 هو اكيد فور ريسبوندر، هي ما راح تستجيب للتحريض، فوق ال 14 هي بنشوفها تقريبا طبيعيه وممكن تكون. هلا البعض صار يصنفها في سب اوبتيمال من 5 ل 10، بقول لك فوق ال 10 هو طبيعي، فوق ال 14 هو هاي ريسبوندر بتوقع استجابه شديده بالنسبه للشاكين. الانتي مولارين هرمون يساوي بالقيمه التنبؤيه له الانترال فولكل كاونت اللي نحن عم نشوفه بالامواج فوق الصوتيه، مع شفتوا قديش هو اوفر واقتصاديا. بس المهم الواحد يعرف انه صعب اي واحد يقدر يدخله، هو احسن من الانهي بي ام بي واحسن من الاف اس اتش كعامل منبئ لمخزون المبيض بشكل عام. طبعا بالتنبؤ بالاباضه مثل ما بتعرفوا الاباضه الدوميننت فولكل دائما جريب سيركل 14، بينمو جريب اذا بدنا نراقب عم نحرض الاباضه من 2 ل 3 ملم باليوم. الاباضه بتحصل غالبا بين 18 ل 24. اذا كان في عندنا هاله حول الجريب غالبا خلال 24 ساعه بتصير الاباضه، واذا كان شفنا مثل هون عندنا تراكم الكوميدس باي مرحله من المراحل عم نراقبها فهي نسبه انه تكون البويضه ناطق كبير. اذا ما وجدناها احتمال 50% او احتمال اكثر غالبا تكون البويضه غير ناضجه. بشكل عام ثلثين اذا بدنا نعمل باور دوبلر او الباور دوبلر اسهل، ثلثين محيط الجريب او ثلاث ارباعه لازم يكون موعى بشكل جيد حتى نقول هالجريب بنوعيه جيده بشكل عام. اذا الجريب الناضج التوعيه المحيطيه لازم تكون ثلاث ارباعه تقريبا اكثر من ثلثين، وتشوف الكوميلس اوفرس على شكل شادو صغير لاحظين هي ترويه المهم. اذا كان بايد خبيره ممكن بالامواج فوق الصوت لحالها نقدر نتابع موضوع الاباضه وما نحتاج لاي استقصاءات اخرى هرمونيه او مكلفه بشكل عام. تناثر الجريب الملوث الغير المتمزق سهل جدا، ملاحظين بنلاقي هالجريب السمر بس فقد انتظامه الدائري، البطانه تلوثا
صارت ولو تاني وجريب ما زال دائر يعني بس فقط شكله الكيسي بشكل رئيسي وما شفنا سائل. إذن ثلاث شغلات رئيسية: استمرار الجريب، لو تمت البطانة صارت آخذ الأمواج فوق صوتية، وما شفنا سائل خلف الرحم، معناته هذا الجريب غير متمزق أو لو تم بدون ما يتمزق. طيب نشوف التشيء بالأندوميتريوم. بالمبيض متعكسات تعرفوا المعايير التشخيصية، معايير الفردام المعتمدة بأغلب مراكز العالم اللي تعدلت شوي هلا راح نشوف بال 2003 اشتبه هي ثلاث معايير رئيسية لتشخيص المتلازمة، هي النقص أو ندرة الإباضة، الفرط الأندروجينات السريري أو المخبري، والأمواج مظهر الأمواج الصوتية للمبيض المتعدد الكيسات. شو هو المظهر هذا اللي كان معتمد؟ إنه نشوف من 12 جريب تقريبا محيطي يعني أكثر من 12 جريب من 2 إلى 9 وغالبا توزعه محيطي أو حجم المبيض أكثر من 10 ml. التعديل الأخير اللي صار الجمعية الأوروبية وبدعم حتى الجمعية الأمريكية بال 2018 طلع الجايد لاين بس توثق بال 2019 يعني من شي شهرين، قالت إنه ما لازم ناخذ بالأمواج الفوق صوتية خلال 8 سنوات من البلوغ، يعني بعد البلوغ 8 سنوات ما بدنا نتم بالأمواج الفوق صوتية لأنه معظم البنات رح يكون شكل المبيض عندها من المبيض متعدد الكيسات. وطبعا أكدت إنه الفحص المهبلي هو الأساس بتشخيص المبيض المتعدد الكيسات، وإذا ما قدرنا طبعا تحول من 12 جريب ل 20 جريب، صرنا لحتى نشخص مبيض معتاد بدنا يكون بكل مبيض على الاقل في عنا 20 جريب بخطوط من 2 ل 9 او اقل من 10 ميلي. اذا طبعا هذا الحجم اكبر من 10 الحجم، بس اذا من 2 ل 9 ميلي بده يكون عندنا اكثر من 20 جريب، اذا العدد تغير عالميا هلا بال 2019 صار 20، يعني 15 جريب بقى مشخص مبيض متعدد الكيسات، تمام؟ وما بنعتمد عليها خلال السنوات الاولى بعد البلوغ لانه معظم المرضى رح نشوف هلا بي سي او مورفولوجي. هلا اذا بدنا المريضه ما تزوجت عن طريق البطن صعب جدا العد احيانا، فلازم نعتمد على حجم المريض، او اذا عندنا ايكو قديم صعب نميز الجريبات الصغيره. هدول الاثنين الجمعيه الاوروبيه قالت نتجه للايكو البطني وناخذ حجم المريض، هذا بيكون اسهل علينا بشكل عام. لاحظين فرق صنع اللحمه او علامه عقد اللؤلؤ اللي بتصير. هلا البي سي او ام المورفولوجي او احيانا بسموه ام سي او مالتي سيستيك اوفري، هذا بنشوفه بداية الجويبات ممكن تكون توصل احيانا باكثر من 10 وما في تصنع فرط تصنع اللحمي. هي الحاله بنشوفها عند ثلث البنات وما بتكون ما بين بعد كيسات، لذلك صار في ميز بين بي سي او ام يعني بوليسيستيك اوفري مورفولوجي وبين سيندروم اللي هي بشكل رئيسي. او بعض الشركات طورت شيء برنامج سوفت وير هو السونو اي بي سي، بنقدر نحط الايكو هو فوكال فوليوم كالكوليشن باي كمبيوتر، يعني بنقدر بنحط الايكو 3 دي عليها بيعطينا تلوين للجويبات وبيعطينا كل لون كل جريب مدى قديش حجمه ووسطي قطره. طبعا السوفت وير هذا بريح كثير بالاصابه صعب لما نحرض الاباضه، بدل ما كل نقيس واحد واحد طلع جدول بكفي انه نطبعه ونشوف حجم الجريبات. هذا هو السونو اي بي سي وهو طلع ب 2008 وبال 2009 صار بسوريا، يعني الحمد لله هون عندنا من اكثر الناس اللي بيحبوا التقنيات. فملاحظين هذا اللي هو شوف كيف خلينا نرجع لورا، هي اسمه كانه ما اشتغل الفيديو، ما في مشكله. على كل حال هذا بصير هي بتكبر بعدين بيطلع لنا جدول مفصل للحجم الجرابات بالسينو اي بي سي. هلا ايضا في برنامج يجي حساب الحجم بيعطينا حتى شكل مجسم وقديش حجم بدقه، هو للمريض ايضا بيساعدنا كثير بقياسه. نيجي للاوفاريان سيست، طبعا في خيارات يعني احتمالات كثير كبيره راح ادخل مباشره لسهوله العمل بالامواج فوق صوتيه، نقسمها لكيسات رائقه مانا محجبه، اذا كيسات هي غير رائقه خلينا نقول محتواها اخذ للامواج فوق صوتيه وربما تكون محجبه. هلا الكيسه الوظيفيه الرائقه عاده تكون جدار الاي هي رائقه من الداخل وترميتها قليله بشكل عام، هي بتكون سمبل اوفاريان سيست او كيسه وجريبيه وظيفيه، ممكن تكون فارا اوفاريان سيست ما بتميزوا بين بعض، طبعا ممكن احيانا تكون واضحه الفرق بينهم. الوسيله الوحيده للتمييز شو هي؟ انه نعمل بالنسبه لاطفال سيل استراديول، اذا كان الاستراديول بيكون عالي بالجريبيه وبيكون بالفرق بينهم طبيعي. اذا هي بالنسبه للكيسات رقم تكون فرق بينهم ممكن تكون سمبل. بالنسبه للكيسات الاخذه للامواج فوق صوتيه، الاحتمال الاساسي هي اول شيء يكون جسم اصفر في ضمن دم او كيسه رزفيه او كيسه لوتينيه تبدا احيانا هيك او الاندوميتريوما. شو اللي بيميزهم؟ اول شيء
نعطي كيف الندفية، وهي نحن بنعاني منها كثير جراحيا. لما بتيجي مريض عندها المظهر هذا عنده ألم عادة بتكون مؤلمه، دغري بيقولوا كيسه مفجوره او كيسه بينزل ضمنها وعمل جراحي. هي الكيسه 90% من الحالات اكثر، حتى 90% من الحالات اذا قابلتها وراقبتها وشوي بس تجي الدوره بتروح واعطيها حتى بالرسوم بتروح معنا مشكله، تبدا بشكل مثل الشبكه، ملاحظين مثل شبكه السيار. يعني اول مراحل تشكل جسم اصفر الواقع، وثاني مرحله من راحت. الشغله الثانيه اهم ميزه فيها طبعا بتكون في مقاومه الجلد العالي، بتكون الجلد الدموي فيها قليل المحيط. اهم شيء بتغير شكلها اذا راقبناها مع الزمن بسبب الحدثيه التخثريه اللي بتصير، ملاحظين بتكون هيك كثير. اذا بس نتذكر الفيزيولوجيا بالامواج الصوتيه الجسم اصفر، اول بعد الاباضه شو بصير؟ في نزف ضمنه، شكله بصير مثل شكل الاندوميتريوما، يعني في دم ضمنه. بعدين بصير مرحله الشبكيه، بعدين المرحله التغضنيه لما يصير في عندنا تتخثر هالخثرات، اخر شيء بيروح. اذا هي نفس المراحل بس تكون اكبر. اذا هي عباره الكيسه النسيه كيسه الجسم اصفر تماما، هي لوتيرسيس. اذا بتشوف الشح المرضي العمل الجراحي مؤذي لانه بتكون ناسي وبتعمل الصاقات بتصير هي سبب للعقم. هي بكفي علاج محافظ بحالات نادره جدا في نزف كثير ممكن. الاندوميتريوم او كيس الاندوميتريوم طبعا تشخيصها كثير سهل، ثلث الحالات تكون ثنائيه الجانب، الجدار بيكون اشعث او هيك غير منتظم الى حد ما بتكون سميكه. في علامه مهمه هي علامه كعب الفنجان او كعب الكاس الزجاجي، الخط هذا ممكن يكون دم جديد بالدم القديم اللي بنضاف كل دوره، بنعطيها العلامه هي كعب الفنجان واضحه، متى ما شفناها اكيد كيس الاندوميتريوم. اذا بلاقيكم هم بتضغط شوي عليها بتلاقي مؤلمه، دائما مؤلمه، وعاده بتكون المبيضين بسبب الالصاقات قراب على بعض بسموها كيسنج اوفري، بتلاقي لازقين ببعض، وتربيه الدمويه ممكن بميزها بشكل واضح بتكون مفروض التربيه الدمويه. الابيديرميد معروف اذا شافه واحد مره ما راح تلاقي منظر الاشعار والفكر اللي صار ضمنها، يعني منظر بنشوفه مره واحده ما راح حدا يخبط فيها، وبتكون ضمنها اذا حطينا الايكو دولر مانا معاق بالداخل، يعني بيقدر يميز الواحد بينه وبين هلا البريماتشور اوفريفيرال فوف او قصور المبيض المبكر. سهل جدا بنلاقي بس ستروما وما في جريبات ضمن المبيض، وتشخيصه كثير سهل. فرط استاذ المبيض من شغلات بتتشخص، واهم شيء هو هون التربيه الدمويه، اذا كان تدفق الدموي عالي معناتها عندنا انذار سيء، لازم ما نرجع الاجنه او نعطيها الادويه الوقائيه اللي هي بتعمل بريفنشن او بتعمل تقليل لمتلازمه هالمتلازمه. هيك بنلاحظين بعض الحالات الفرط استاذ وصل للكبد بيلزقوا المبيضين بالكبد. الرحم ملاحظين هي طلعوا برنامج للدراسه هي الاومني فيو. الاومني فيو هو كمان سوفت وير، وانا ما عم اشتغل معي في طريقه لعندك اللي اصروا نستخدم هالكمبيوتر. الفيديو هو ضمنه انكلودد بالاكل. على كل حال ما في مشكله، راح احكي عنها. الاومني فيو بيعطينا صوره يعني ثلاثيه الابعاد لجوف الرحم. الرحم الاسباب الرحميه عديده بالعقم. طيب رح النقاط اللي بنركز عليها، طبعا التشوهات هي نوعين، اما خلقي واما اكواير. خلينا نشوف التشوهات الخلقيه، اربع شغلات رئيسيه يعني بيهمني كثير هالسيدات للاشعه انه نميزهم اذا كانت مقوسه او رحم مضاعف او ذو قرنين او ذات حجاب. كيف بدنا نميزهم؟ طبعا اول شغله غياب او عدم نمو قناتي مولر وعدم تقني تشكل قناة مولر بيعطينا الغياب، بيعطينا رحم عريض القرن بالايكو، بيعطينا شكل المول بالايكو الثلاثي الابعاد بنعطيه مثل المودي، وبتلاقي على الخط الابيض الواحد بيكون فاضي ونزوق واحد جانبه، وبنلاقي كثير سهل بالدولر نلاقي شريان رحمي وحيد. اذا تشخيصه سهل. اذا في عندنا ريدمنتري كون قرن رديم ببين معنا انه ما في انه بطانه في الداخل بجنبه، هذا عدم تقني او عدم تشكل قناه ملاحظين اليونيكورن. هلا فشل الالتحام بيعطينا نموذجين، يا ثنائي القرن يا رحم مضاعف. هلا شلون ملاحظين؟ الرحم المضاعف كثير سهل بنلاقي ملاحظين ثلاثة بعد أكثر شيء بشوهات الرحم، بنلاقي واضح بيعطينا جوفين رحم مقصين قناتين عنقيتين، في عندنا عنقين، وأحيانا بتلاقي حجاب مهبلي معظم الأحيان، إذا في عندنا كأنه رحمين وحيدين القرن جنب بعض تماما، هذا هو. وإذا أخذنا وقت عرض بيعطينا فيجر في بشكل رقم 8. هلا البايكورنت هو المشكلة اللي بنعاني منها، التمييز بين ثنائي القرن وبين
بين الرحم المحجبة، وهذا مهم جدا بالتدبير بالنسبة لنا. بصوت رحم ضليلي نفس المظهر بيعطوا، ما ممكن تفيد بيناتهم. هلا ملاحظين هاي البايكورنت، أهم شيء بالإيكو الثلاثي أو الأومني بيو بنلاحظ هالدمبل هالفرضة أو هالغمزة هاي بتكون واضحة أيضا، والقاع العريض خلينا نقول بنلاقي مثل الرحمين بس بيلتقوا بعنق واحد. هلا الشيء المهم اللي بيميز بين البايكورنت والسيبتم، بدنا ناخذ الخط الواصل بين زاويه الملاحظين قرنين الرحم وبين قاع الرحم. ملاحظين هذا الرقم الكل بدنا نحفظه نحن النسائي والشعاعيين، اذا كان اقل من 5 فنحن بايكورنت يوترس، اذا اقل من 5 مليمتر معناها نحن رحم ذو قرنين، اذا اكثر من 5 هالمسافه هي معناتها نحن طبعا اذا سلبي يعتبر سلبي، اذا كان اكيد ثنائي القرن، اذا اكثر من 5 معناتها نحن رحم محجبه. اذا هذا رقم 5 بدنا نحفظه كلنا، الخط الواصل بين القرنين وبين قاع الرحم هذا هو اللي بيميز لنا، مو صوت الرحم الظليلي، هذول الاثنين صوت رحم ظليلي بيطلعوا رحم وشعبي نفس الصوره تماما. اللي بيميز لنا هو الايكو اللي بنقيس بعد قاع الرحم عن الخط الواصل بين زاويتي البطانه او بين القرنين الداخليين، تمام؟ هلا اذا هذا رقم اول رقم بدنا نحفظه هو الخمسه لحتى يميز لنا بين الشغله الثانيه. هذا هو الخط الواصل ملاحظين، اذا كان اكثر من 5 معناتها نحن امام رحم محجبه، تمام؟ اذا اقل معناتها رحم ذو قرنين، هذا هو اللي بتغير التدبير. هون بدنا نعمل هيستروسكوب قطع الحجاب ذو قرنين، اذا قطعنا الحجاب بنفتح البطن بنفتح قاع الرحم على البطن، فمعناتها بنكون عم ناذي المريضه وما عم تحمل وبالعكس صرت كان عملنا لها تمزق. اذا التمييز بيناتهم بشكل هالدمبل هي بين تمام بالبايكورنت، هون في عنا دمبل هون ما عنا، الاقل من 5 ايضا الزاويه بمعظم الاحيان هي بالنسبه للرحم المحجب هي اقل من 90، بالذو قرنين هي اكثر من 90، هي بمعظم الاحيان بشكل عم لاحظين هالزاويه هي بمعظم الاحيان هي بتميز لنا بشكل رئيسي بين المقوسه وبين ذات الحجاب. ملاحظين اقل من 90 بشو بالمحجبه واكثر من 90 بال هاي بشكل رئيسي، هي كزاوية هي معظم الأحيان بين المحجبة، بس هي تمييز أساسي بين الرحم المقوسة اللي ما بدها شيء بتكون الزاوية فوق 90، وبين تحت 90 الرحم ذات الحجاب أو السبتيت ديوترس اللي هي أحيانا قد يفيد فيها الهيستروسكوبي مع قطع الحجاب. إذا هي تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة إنك نسائيين بالوقاية من الولادة الباكرة، الرحم المقوسة لا تحتاج إلى أي تداخل، فقط تؤخذ بعين الاعتبار الوقاية بإعطاء بعض الأدوية البروجسترون أو أخذ السبل الوقاية من الولادة الباكرة. إذا صار رقم ثاني نحفظه الزاوية بالنسبة الخمسة مشان تمييز بين المحجب وذو قرنين، والزاوية تمييز بين الرحم المقوسة والرحم ذات حجاب، تمام. هلا تمام لاحظين الفرق بين الرحم المقوسة الأركيوتيد يوترس وبين الرحم المحجب هالزاوية، تمام. هلا هذول بيناتهم. هلا هي نفس الشيء كمان عادة إذا أخذنا اللي رجعنا له المسافة اللي قلنا هنيك 5، إذا كانت أقل من 10 وأكثر من 10 كمان بتشخص لنا بين السبتيتد والأركيوتيد يوترس، تمام. هلا طبعا متهم الرحم المحجب كثير من هذول الخطاط الباكرة والأشهر الوسطى والولادة الباكرة والديستروفي إلى آخره، ما رح أقول هذا موضوع سريري أكثر منه شعي. الأكواير أهم شيء هي الإندوميتروباثولوجي، هي ثلاث شغلات رئيسية، أول شيء الثقاب البوليبس والسب الأورام اللي فيه تحت المطاطية. هلا أهم شيء بالبوليبات عفوا بالنسبه للسينيكيا او الادهيجن، هلا طبعا اللي بيشوفها مره واحده ما بينساها ابدا، هي عباره عن منطقه زائد الصدى، بتلاقي هالمناطق هي زائد صدى ضمن البطانه الرحميه. طبعا اذا شكينا بدنا نعمل هيستروتونوجرافي بنحقن سائل ببين معنا، واذا شفناها بالدوره بتبين، هي ملف فيديو هذا اللي ببين اوضح بالايكو ثلاثه بعد بتبين بشكل واضح ما بين صوره رحم ظليلي. طبعا هي الالصاقات بالايكو اذا واحد شافها مره ما بينساها ابدا ابدا. هلا البولي اهم شيء طبعا هي منطقه كتليبس، النقطه اللي بدي اركز عليها بالبولي هو عفوا
اول هون التايمينج بدراسه البوليبات كثير مهم للاشعه وللنسائيه. يعني انا بوليب بطانه رحم ما بقدر اشوفه بالطور الروتيني، مين ما شافه مهما كان ابو قرار زمان ما راح يبين معه، بقول لك والله ما بين معه لان ايش بالطور الروتيني لازم اجيبها بالطور الجريبي، لانه هذا هايبر ايكوجينيك. البوليب بده يكون البطانه بالطور الجريبي الطور الاول هي هايبو ايكوجينيك، ملاحظين هالبوليب ظهر واضح، بينما فايبرويد بوليب اللي هو بيكون هايبو اصلا ايكوجينيك هذا ما مشاف الا بالطور الروتيني، ملاحظين هذا هو. اذا موضوع التايمينج كثير مهم لبوليبات الرحم، لذلك انا بالورك اوت تبع لكم ما فيني بزياره واحده اعطي التشخيص ولا رجعي راجعيني بالطور الجريبي او بالمحل الباكر من دوره، اذا في مش اذا اجتني بالطور الروتيني لا يمكن انا ابد باندوميتال بوليب، ما بيبين مهما كان. يمكن بالصور اللي بعدها ملاحظين، او اذا بدي احكم سائل ممكن يظهر، وما صعب اميز هون الالتصاقات عنهم. اذا احيانا بخدمنا شوي الدوبلر بنشوف البيديكل او الوعاء اللي بيغذي البوليب بيكون مفرد، هذا بيفيدنا. اذا اللي بدي ركز عليه هو التايمينج، لا يمكن البت بموضوع البوليبات الا اذا خلينا المريض التايمينج مناسب. البوليبات البطانيه بالطور الاول يجب ان تشاهد، الفايبرويد هي بالطور الثاني حتما وما بتبين بالطور الاول بشكل واضح. اذا طبعا اذا في عنا ثلاثي الابعاد الرابعه ممكن بسهوله. هلا هاي الكل بيعرفها الثايرويد بوليب، يعني ما انا كثير صعبه، هي نفس اللي احيانا بكون متبادل له تصنيف عالمي. خليني انا خايف يخلص وقت في بدي ركز بعد على هذا الادينوميوس. الادينوميوس حقيقه هو مرض ضايع بين الاشعه وبين النسائيه، مرض انا بعتبره من الامراض اللي مهمله ما عم تشخص. انا بدي احكي خمس معايير لازم كلنا نطلع هون من هالقاعه نشخص الادينوميوس، خمس معايير كلهم نحفظها. اول شغله الاسيمتريكال يوترين انلارجمنت. بالادينوميوسس طبعا ادينوميوسس شائع بلدنا لانه من بلدنا عديد بلدات، واحيانا صار يعتبر سبب اسباب الرحم. اول شغله الجدار الخلفي بيكون اكبر، عدم تناظر جداري الرحم، الجدار الخلفي بيكون اكبر من الامامي، هي اول علامه له، ملاحظين شوفوا الجدار هذا قديش كبير وهذا صغير، نفس الشيء هون. اذا الادينوميوسس اول شغله عدم تساوي جدر الرحم، هي اول علامه للادينوميوسس. ثاني بنلاقي بتعرفوا الادينوميوسس وجهت الغدد الرحميه لضمن لوين لضمن العضليه، الغدد هي هايبر ايكوجينيك دائما بصير حولها فرط تصنع عضلي، فبتصير هايبو ايكوجينيك، بتلاقي الايكو تكستشر مختلف، عدم تجانس الهيتروجينيسيتي، مناطق زائد الصدى ومناطق منخفضه الصدى، ملاحظين مثل اللي بعدها ملاحظين مناطق غامقة ومناطق بيضاء، هي المناطق الزائدة وعدم تجانس أو الهيتروجينيتي تبع هي العلامة الثانية. إذا صار عندنا علامتين للأدينوميوسس. ثالثة السمول أن إيكويك سيست، الكيسات الصغيرة اللي هي بسموها علامة السويس تشيز، علامة الجبن السويسري اللي هي ملاحظينها الكيسات الصغيرة، طيب الميزة عن الأوعية بس تعمل دوبلر تصير الميزة إنه ما تكون هي جزر وعائية. هالكيسات الصغيرة هي من علامات هي تشاهد ب 50% من حالات الادينوميوسس، واضحه جدا اذا صار عندنا ملاحظين بتكون هي بعد الرحم المستقطب. اذا 50% من حالات بنلاقي هالكيسات الصغيره، صار عندنا ثلاث علامات، الجدار الخلفي السميك، عدم تجانس قوام الرحم والهيتروجينيتي، وثلاثه هالكيسات الصغيره. اربعه تعرفوا الحافة الوصل، هي منطقة الجنكشن زون، منطقة الوصل عادة تكون واضحة، أصلا هي بتكون هايبو ايكوجينيك وهي لها أهمية كثير إخصابية. يعني هلا معظم التوجه الآفات الحجمية مثل الأورام اللي فيه بتأثر عن طريق ضغطها اللي هي بتروي، فهي تتأثر هرمونيا كثير. هلا عدم وضوحية الحافة هي من علامات الأدينوميوسس، السبب هي أصلا ملاحظين هون الحافة واضحة بس هي كل ما أنا واضحة أبدا، عدم وضوحية الحافة بتلاقي بفترة الإباضة والحافة ما أنا واضحة. اذا هالوصل اللي بين البطانه وبين العضله الرحميه عدم وضوحيته هذا من علامات الادينوميوسس، صاروا اربع علامات. تمام هلا شوفوا العلامه اللي ب 75% متاكد هي اللي بسموها لينير ثرييشن، ملاحظين هالتحززات الخطيه اللي بتطلع من البطانه، هالتحززات الخطيه هي علامه وصفيه للادينوميوسس، اذا شفناها بنشخص ملاحظين هالتحززات الخطيه هي. اذا هي صار عندنا خمس علامات. اذا مرقوا على اي طبيب شعاعي او طبيب نسائي لازم يشخص الادينوميوس، لانه التدبير بتغير، التدبير كله بتغير، وبنعطي المريض خاصه من نصف الرحم الشاب بتلاقي تغير معنا. طبعا ايكو ثلاثه بعثي صور كمان صور فيديو للاسف انا بتخصصنا انا قربت خلص اكيد الجريدنج هي يعني صار انه كيف نعمل الترويه الدمويه، ملاحظين التمييز هذا بمراحل
شوفوا البطانه في ثلاث عوامل بطانه تعفين انذاري. اول شغله البريماتشور لوتنايزيشن لما تصير الاخر بالطور الجيبه بيضه بتعطينا معناها في مشكله بالمستقبلات وانذار سيء. اذا في عندنا كالسيفيكيشن لا احنا تكلسات البطانه وهي عاده سبب انتان. اذا كان انتان تدرج بتاثر على تربيه البطانه فهي بتعطينا ايضا انذار سيء بالتحشيش. اذا في سائل هي بدلاله على التهاب مزمن اذا في سائل بالبطانه او في عندنا اصقاء بقين عم ينزلوا بالجسم. الاسموسيل اللي هو شائع جدا الاسموسيل هو القيلة المضيقية. أنا ملاحظين محل نزبة القيصرية هذا مهم. هي عبارة عن شكل مثلثي الجزء منها باتجاه المثاني والقاعدة باتجاه الرحم. الاسموسيل هي أحد أسباب العقم حديثا زادت كثير خاصة بالأزمة ما كنا نشوفها هلأ عم نشوفها كثير ملاحظين طبعا بالأموات الصغيرة اللي يعطينا قديش المسافة العضلية المتبقية هي سوء انطمار نزبة القيصرية بشكل عام. فإذا كانت قليلة ممكن إحنا نلجأ للهستيروسكوبي ونخسرها. ملاحظين الاسموسيل بده محاضرة لحاله. الواقع لأنه انتشر كثير ملاحظين بزمان نيتش أحيانا انتشر كثير وما صرنا عم نشوفه بشكل يومي تقريبا هو سوء انطماد القيصري وبيلعب فيه عوامل عديدة زادت بفترة الأزمة. ملاحظين الاسموتيل تشخيصه الأساسي بالأذني بس أنا لفت نظري بالأمواج بالأبيض ملاحظين بالأشعة بتبين واضحة وكل اللي تشوفوها هي القيلة المضيقية أو الاسموتيل. موضوع السكورينج، السكورينج بهم أطباء العقم بالدرجة الأولى الأربعة. هلا ما بعد تعطوني وقت أحكي تيوز أو سكر وقف. بدي ثلاث دقايق تقريبا. بالإنفراتيتور موضوع في تقييم الانابيب بالامواج الصوتيه طبعا هو بشكل طبيعي الانبوب ما له مشاهد بالامواج الصوتيه. اذا شفناه معناته هذا مشكله مرضيه هو مرضي اكيد بشكل اكيد. طبعا ممكن نشوفه بالهيكوسي بالهيدروسونوغرافي وطبعا بتطلع من ضليل ممكن للاسف. اول شيء الهيدروسالبانس هذا صراحه بنعاني منه بتشخص احيانا كثير بيكون كثير كبير لازم تشخص مثل المنظر كيس مبيض. أنا بدي أحكي لكم بس العلامات الأساسية. أول شيء إذا في عنا رتج ناقص بالنص هذا هو أو عنا علامة الدولاب المسنن ملاحظين دائرة لخصت الحالة. فإذا عنا دائرة وإلى حواف من الداخل هي علامة الدولاب المسنن هذا معناته هيدروسال. إحنا أمام هيدروسال بنسعى أمام استسقاء بوق. شو استسقاء بوق؟ دائما لهلأ بيجينا التقارير حتى بطبع نسائي استسقاء البوق هو توسع الأنبوب مع انسداد نهايته. إذا الأنبوب بتوسع وما له مسدود بانه استسقاء هو توسع. استسقاء البوق الهيدروسالبكس بالتعريف هو انسداد نهايته وتوسعه. لذلك رح نشوف ملاحظين اللي بميز لنا فيه هذا بسوي كوبريد هو علامة الدولاب طاحون الدولاب مسنن. هذا بنشوفه كثير أحيانا بشخص عنده كيس مبيض وتجي المريضة أخذ حب مانع حمل لحتى تروح هو عبارة عن استسقاء بوق. قلنا الحجب الناقصة طبعا بصورة رحم الظليل ملاحظين مسدود نهايته بيكون متوسع هذا من علامات الاسبوع. بالورك اب تبع هذا بالدوره بالاصابه المساعد طبعا هو بسحب البويضات ارجع الاجنبي. اذا الفيديوهات مو شغاله ملاحظين هذا هو قديش واضح الصور الاي دي سي هذا كله ملفات. اذا رح بتشكركم واقف هون لانه الملفات فيديو ما انا شغاله ما راح يستفيد منها. فشكرا. يعني باختصار بالنتيجه الامواج الصوتيه هي ذات مصداقيه عاليه وهي مهم جدا بالعقم وبالاصابه المساعد وتعتبر يعني الحجر الزاوي بالنسبه لنا بالتشخيص. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.